مساء الخير متابعينا الكرام، متابعة تليجراف مصر في كل مكان. معاكم خلود طارق محرم الموقع. احنا موجودين هنا مع حضراتكم في منطقة المعادي، بنرصد ليكم كارثة حصلت داخل معمل اسكان. اسكان معمل شهير جدا ومعروف وبراند لكل الناس، فان كارثة زي دي تحصل فيه ده يعني ما ينفعش نسكت عن الموضوع ده. الموضوع بدأ ان في سيدة يعني عايزة تنجب مرة اخرى، هي عندها طفلين وحبت انها تخلف، فراحت تعمل اشعة مطلوبة منها، الجهاز انفجر بدل ما الدكتور يسعفها هي ويخرجها من ان تحت الجهاز، جري وسابها وقال دوروا على معانا هنا اخت شيماء عويس هتحكي لنا الموضوع من اوله، لان هي كانت شاهدة رئيسية وهي كانت موجودة في المعمل ساعة لما الجهاز انفجر واختها كانت جوه. احنا كنا رايحين نعمل الاشعة، وكانت اختي رايحة ومعاها ورق وتقارير من هي عايزة. كنا رايحين ودخلنا المعمل وملت الاستمارة، وبعدين الست طلبت مننا ان تيجي معاها، طلبت ان ادخل فهي ما وافقتش ان انا ادخل معاها، وقالت ممنوع. بعد ما اخدتها بعدها بشوية كنا قاعدين لقينا لمبة حمراء بتنور، فاحنا فكرنا كده ممنوع ان حد يدخل الاوضه، لان هما بالفعل بداوا الاشعه بدات والدكتور دخل. بعدها لقينا في صوت بومب ضرب جامد في المكان، وست طلعت من الاوضه اللي اختي كانت فيها بتصوت، والاوضه كانت معدمه الرؤيه فيها، محدش شايف حاجه، ما شفناش غير الست اللي خارجه منها بس، والدكتور خرج من اوضه تانية بيصوت برضو ويقول طفيت حريق بسرعه، طفيت حريق واخروا المكان عشان المكان هينفجر. فالناس كلها طبعا خافت وجريت، وكان في ناس عايزه تخرجنا، بس احنا كنا بنصوت ونقول اختي جوه اختي جوه، فالناس مش متخيله ان في حاله جوه وهم خرجوا وسابوها، ويقولوا لنا وفي حد اصلا في الاوضه؟ قلت لهم ايوه اختي، وبقينا نصوت احنا انا لو اعرف ادخل اجيب اختي كنت دخلت، بس المشكله ان هناك كانش في طفايه حريق والرؤيه معدمه في الاوضه، فانا مش شايفه اختي. بعدها لما بندور في المكان كله ومش لاقيين حد، لقيت الدكتور نازل بفوق بخرطوم وبيقول لهم افتحوا الميه، مفيش حد معاه عشان يسعفوا، الناس من بره دخلت لنا عشان تساعد الدكتور في ان هم يفتحوا الميه عشان يقدروا ينقذوها. وبعدها الميه برده ما اشتغلتش، فشغلوا خرطوم كان موجود على اللوحه في الطرقه، وكانت معايا بنت اختي. اول ما بعد ما خرجوا اختي من الاوضه، بعد ما خرجوها بعد ما طفوا المكان وهي جوه اساسا، لما قلبها اتسد من الدخان والحاجات اللي هي شمتها جوه، فكانت طالعه فقد النفس ما بتتنفس اصلا، والدكتور بيقول احنا عايزين نتاكد هي عايشه اصلا ولا لا. قعد يعمل لها تنفس على قلبها بايده كده صناعه عشان يتاكد، وبعدين التنفس الحمد لله رجع لها وحط لها خرطوم. فضلنا مستنيين في الريسبشن 4 دقايق لحد الاسعاف، 4 5 دقايق لحد الاسعاف ما وصلت، وشلناها واخدناها. كانت معايا حالتين، اختي وبنتها كان مغمى عليها، كانت فقد الوعي برده حرفيا، هم ما كانش في حالة الاسعاف. سالتهم في حالات تانية عشان يبعتوا اسعاف تنجدها، قالوا ما فيش حالات تانية. قولي لي طيب، لما اختك الناس دي خرجت، لما الناس دي خرجت الممرضه والدكتور، حد فيهم كان مصاب او في خدش حتى؟ لا بالعكس، ده كلهم سلام وبيصوتوا. المعمل يا جماعه نزل بيان وقال فيه عن الحادث، وتحدث عن الحريق وقال ان الحريق اسفر عن اصابه سيده واصابه طبيب جوه كان معاها برضو بحروق، ولكن الشاهده بتنفي ده، الشاهده اللي هي اخت المصابه اللي كانت موجوده وشافت كل حاجه، شافت الدكتور والممرضه سابوا المريضه جوه والجهاز بينفجر وخرجوا جريوا بره عشان ينقذوا نفسهم ويدوروا على طفايه حريق. هل من المعقول ويعقل ان يبقى في معمل كبير براند زي ده ما فيهوش طفايه حريق؟ حتى الخرطوم اللي كان موجود بيستخدم في اطفاء الحرائق، انت تقولي ما كانش فيه ميه حتى. هو بيقول لهم افتحوا ميه، جاب خرطوم من على العقار بتاع العماره من السلم. لما انا بصوت وبدور في المكان خرجت لقيت الدكتور نازل من على السلم بخرطوم، مفيش حد يساعده، هو بيصوت افتحوا الميه بسرعه، مفيش حد معاه يساعده. وكانت الممرضه اساسا هي اللي مع اختي جوه، وكانت واخده مخدر، هي اختي لو النار مسكت فيها كانت خرجت، بس الفكره ان هي واخده مخدر كلي عشان ما تحسش بالالم. والدكتور ما كانش معاها في نفس الاوضه، الدكتور خرج من اوضه تانية.
معانا برضو استاذ احمد. استاذ احمد هو شقيق المصابه شيماء عويس. الاستاذه شيماء عويس يا جماعه محاميه كبيره وعندها طفلين ربنا يخليهم لها. طبعا لما شافوها في المنظر الصعب ده اغمى عليهم، ما قدروش يستحملوا المنظر. حضرتك كلمنا عن استقبلت كلمتني اختي بتقول لي قول لي استقبلت الخبر ازاي ان اخت حضرتك كلمتك قالت لك الحقنا شيماء في المستشفى حصل لها كذا كذا. والله يعني كان خبر صعب، انا مش قادر استوعب اصلا، كنت مسافر وتقريبا جوزها برده كان مسافر، كان عندنا حاله عزاء كده، واختي كلمتني اصلا ما قدرتش اصلا تكلمني، بتقول لي الحق شيماء بسرعه. انا كان عندي علم ان هي راح تعمل، بس ما كنتش عارف الموضوع ممكن يتطور لكده. ما قدرتش تكلمني، جت حد من المعمل كلمني بيقول لي انا طلبت لها الاسعاف وتمام مفيش حاجه، فما عرفتش برضو اتمسك اعصابي كويس. وبعدين خرجت جيت على طول في وقتها وكلمت جوزها، كلمت جوزها رجع معايا وجينا على بعضينا، تواصلنا على بعضينا، رحنا المستشفى عملنا لقينا هي بس في ظروف يعني كان حاله طوارئ صعبه شويه، الحاله كانت حرجه اكتر من اللازم، وقعدنا كام يوم في مستشفى النخيل هنا في المعادي، ويومين تقريبا او يوم وليله بالظبط، يعني يوم هي دخلت بالليل خرجت تاني يوم اخر النهار. ده بالتحديد بالظبط اللي حصل. سالناهم عندكم قسم الحروق؟ قالوا لا ما فيش قسم الحروق، احنا كده عملنا العمليه اللازم، عملنا تسليك شريان وعملنا عمليات جراحيه تاني تمشي تحيي بس الممات ان هي ما تموتش، انقاذ حياه يعني، العمليه كانت عباره عن انقاذ حياه بس. فقالوا كده ممكن تاخدها في اي وقت وتوضاها في اي مكان، اقرب مكان بتحرق. سالنا طبعا، حاولنا نتواصل مع كذا مستشفى مش عارفين نتواصل، اضطرينا نوديها للحلميه العسكريه لان هم ساعتها حتى الاطباء كلهم فضلوا انه افضل مكان، وديناها الحلميه العسكريه. ولسه لحد دلوقتي يعني كل الاطباء يعني بيقولوا ادعوا لها، ما حدش قادر يدينا نتيجه كويسه لحد دلوقتي، كل بيقولنا ادعوا لها هي يعني في حاله صعبه شويه يعني. بس ربنا يعني يعافيها يعني ان شاء الله. قول لنا حضرتك بتطالب بايه؟ انا بطالب يعني بلاش يعني كل القضاء بتاع البلد والرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الدوله ان هي تجيب حقها بالقانون، انا عايز القانون بس. هم جم عرضوا عليا في المستشفى ان احنا نديك فلوس، قلت لهم انا مش محتاج منكم حاجه وانا مستعد، طب نوديها في اي مكان، قلت لهم انا مش محتاج منها حاجه، انا اقدر اوديها انضف مستشفى واقدر اعالجها بفلوس ومش محتاج منكم اي حاجه. قعدوا يتكلموا كتير وكده، قلت لهم خلاص اتفضلوا من هنا بقى عشان خاطر انتوا كده موقفكم معايا صعب، ان احنا في المستشفى دلوقتي كان لسه في حاله الحادث فما قدرتش استحمل تاني، قلت لهم اتفضلوا من هنا خلاص عشان خاطر موضوعكم كده مش هينفع معانا. ده كل اللي حصل مني. هم يعني حاولوا كتير بعد كده بعتوا طب ممكن نبعت فلوس، طب ممكن، قلت لهم رفضنا الموضوع بشكل تمام لحد ما نشوف القانون هيجيب لنا حقنا ازاي. هو كده كده حضرتك يعني في دولة قانون واكيد حقها هيرجع لها. أتمنى إن شاء الله. وزيادة كمان. أتمنى إن شاء الله. الموضوع مش هيعدي يعني مرور الكرام. معانا برضو محامي العائلة هيكلمنا عن الإجراءات اللي هم ماشيين فيها حتى الآن، وهيكلمنا عن برضو حالة شيماء في المستشفى والتقارير الطبية بتقول ايه؟ شيماء ويس طبعا اخت فاضلة وزميلة ومحامية. بالنسبة للاجراءات طبعا تم انتقال النيابة العامة في نفس يوم الحادث للمعاينة في الموقع مكان الحادث، واخذ اقوال كمان الشهود اختها وجوزها. ظلت النيابة في التحقيق لما يقرب للساعة 3 صباحا. أخذت أقوال شهود أخت شيماء وأخذت أقوال جوزها بما يفيد طبعا المسؤولية التقصيرية، وبما يفيد طبعا الإهمال الجسيم اللي تسبب طبعا في الحادث، حادث أليم جدا والمنظر كان بشع جدا، في مسؤولية تقصيرية طبعا واضحة جدا في إدارة المنشأة، ونفترض إنها منشأة براند. مفيش أي إجراءات سلامة في المكان، مفيش طفايات حريق لدرجة إن الأمن طالع يجيب طفاية حريق من بره، وكل الكلام ده مثبت بفيديوهات. لحظة طبعا الإنذار لما ضرب أو اللمبة الحمراء لما نورت أثر الحريق، المفترض إن يكون في طبعا نظام إطفاء الحرائق، إن المايه تشتغل أوتوماتيك، مفيش الكلام ده أصلا.
المفترض ان كمان ان المعمل ده فاتح ما كملش بقاله سنه، فهل يعقل ومن المنطق ان مكان منشأ بقاله سنه ومجهز بقاله سنه والمفترض ان يكون فيه اجهزه جديده فالجهاز ينفجر؟ وده ملوش غير تفسير بالنسبه لاي حد، والمنطق بيقول ان الناس دي بتسترخص يا اما بتجيب من اجهزه صينيه يا اما الناس دي بتجيب اجهزه مستعمله من بره، لان عشان خاطر يبقى معمل زي ده مجهز من سنه واحده ويجي جهاز زي ده ينفجر، فطبعا ده مش منطقي خالص. بالاضافه ان المريضه طبعا تمت معاينه المكان طبعا وتم التقارير الطبيه طبعا، تقرير المعمل الجنائي لم يرد لسه للنيابه العامه، والنيابه العامه بتحقق في الموضوع، وطبعا وهي وشأنها واحنا واثقين طبعا في القضاء المصري وفي النيابه العامه انها هيجيب حقها. لكن المسؤوليات التقصيريه في المعمل وفي اداره المعمل، واحنا بنتهم اداره المعمل في طبعا في عدم اتباع الاجراءات اللازمه للسلامه طبقا طبعا لنص الماده التجريميه 244 من قانون العقوبات، اذا نتج عنه جرح شخص او عاهه مستديمه نتيجه طبعا عدم اتباع الاجراءات اللازمه للمنشاه، وده بينطبق على الحاله بتاعتنا بالظبط تمام. واحنا بنتمنى ليها السلامه واحنا معاها لحد ان شاء الله ما حقها يجي ان شاء الله. قول لي حالتها عامله ازاي في المستشفى دلوقتي؟ حالتها في المستشفى طبعا بين ايدين ربنا، احنا كلنا بندعي لها طبعا. الحاله طبعا حروق من الدرجه الثالثه والرابعه، نسبه الحروق في جسمها 65%، الحرق طبعا اثر على الانسجه الخارجيه بتاعه الجسم كلها، والمشكله كمان ان ما كانش فيه مقاومه منها اثناء الحريق لانها كانت تحت وضع التبدير، وتركوها داخل الجهاز وهي متخدره، يعني شخص النار بتلتهمه وهو ما عندوش اصلا فرصه انه يدافع عن نفسه، وتركوها وجريوا، وطبعا ظلت اكتر من 10 دقائق في النار شغاله وهم بيحاولوا يجيبوا طفايات حريق من بره وبيحاولوا يجيبوا خراطيم من سلم العقار، وكل ده محاولات عشان خاطر يطفوا الحريق، ما فكروش حتى يشدوا الشيزلونج اللي هي نايمه عليه من جوه الجهاز، هو مجرد سرير متحرك، لو حد فعلا دخل يشده هيطلعها من جوه الجهاز بمنتهى البساطه، ومع ذلك تركوها لحد ما يجيبوا ميه ويجيبوا طفايات حريق من بره، مكان غير مجهز، مسؤوليه تقصيريه واهمال جسيم تسبب طبعا في اصابه المجني عليها. وطبعا دي اسره تعتبر من الاسر، تعتبر الاسره منكوبه، طفلين ذنبهم ايه؟ واستاذه محاميه مستقبلها راح بمنتهى البساطه كده، اصبح حياه الانسان بقت اضعف حلقه في المنظومه الصحيه، حياه الانسان بقت سهله جدا ان احنا لما يكون انا مقصر في اتباع اجراءات السلامه، وتبقى دي نتيجه طبيعيه بالنسبه للحالات اللي زي نتيجه طبيعيه لاصابه اشخاص وممكن يصاب. وفي كمان معلومات جت ان المعمل ده مش اول مره، من حوالي 6 شهور كده معلومه كان جات لنا من احد الاشخاص ان المعمل ده تم تشميعه من قبل مده 4 شهور بسبب خطأ طبي، برضه بسبب خطا، والاخطاء مستمره، وده المفترض ان معمل يعني براند وغالي. طب الخطا الطبي السابق يعني انا مش عندي معلومه اكيده، بس انا بقول اللي انا سمعته انه تقريبا في شخص برضه كان خد حقنه فيها مشكله خطا فئه، انا مش عارف بالظبط المعلومه، بس اللي انا عرفته انه كان في خطا حصل وتم تشميع المكان ده 4 شهور ولسه فاتح من كام شهر برضه، يعني يستكمل طبعا عمله بنفس الاخطاء، هي مصممين على نفس الاخطاء، وكان الانسان بالنسبه لهم فلوس، الانسان بالنسبه لهم تعويض، لا طبعا حياه الانسان مش كده خالص، احنا مصممين على اخد حقها بالقانون، ومصممين على معاقبه الجاني، ومصممين على معاقبه كل من تسبب في الاهمال الطبي الجسيم ده. شكرا ليك يا فندم. معانا برضو زوجها، زوج المصابة شيماء عويس. طبعا يعني احنا بندعي ربنا يصبرك، لان اكيد برضو انت موجوع على وجعها من ساعة طبعا ما شفت شكلها في المستشفى وبتتألم قد ايه، ربنا يصبرك يا رب. يعني عايزين حضرتك تقول لنا هي اخر موقف كان بينكو ايه، وايه سبب انها راحة تعمل اشعة؟ والله السبب هو ان كانت في مشكلة كنا بنحاول نجيب مرة تانية، وبعد كده الدكتورة طلبت الإشعة دي قلنا نعملها، طبيعي هي محامية ولها تأمين والتأمين بتاعها ودانا البرج، فاحنا فضلنا يعني هو في كذا مكان بس المكان انت دايما بتروح المكان الأفضل، رحنا البرج طبعا حجزنا عشان بعد معمل معروف ومكان معروف ده أكيد طبعا، فروحنا أول مرة حجزنا، حتى انت ممكن تلاقي على السيستم بتاعهم الكلام ده، حجزت اول يوم كان يوم الثلاث، وبعد كده ايه جت هي قالت انا مش هعمل لاسباب خاصه هي بيها، قلت لها خلاص مفيش مشاكل نبقى نخليها مره ثانيه،
طبعا انا جيت روحت البلد وجيت اتصلت قالت انا رايحه يوم السبت هعمل اشاعه. قلت لها خلاص مفيش مشاكل روحي اعملها بس وخدي حد معاها. بالطبيعي خدت اختها معاها وانا كنت في البلد في حاله وفاه. وعلى اخر الساعه 8 8 ونص كده لقيت اخوها بيكلمني بيقول لي ده شيماء حصل انها دخلت الاشاعه والجهاز انفجر بيها. انفجر بيها ازاي؟ يعني اول مره اسمع ان اكيد يعني واقعه غريبه الصراحه. الناس كلها بتعمل اشاعات. الجهاز ده احنا دخلناه 15 مره في مركز النيل. يعني 15 مره في مركز النيل وفيه اثبات ان في الحاجات دي في مركز النيل. ما حصلش معانا كده. دخلنا مركز الفتح ما حصلش معانا كده. وانا اول مره انا مستغرب. يعني هي اول في الاول القضاء والقدر يعني وانت بتعرف ربنا. بس ازاي جهاز اشعاع ينفجر؟ ده لان ما فيش صيانه. ده لا كان متهالك. اما شفتها في المستشفى. ثاني حاجه الاشعه كانت دايما كل الناس اللي عملت اشعه كانت بتخوفها منها. بس هي كانت لازم تعملها. طب حضرتك لما رحت لها المستشفى واتكلمت معايا اتكلمت ولا مش قادره تتكلم؟ هتتكلم ازاي؟ مش قادره. طبيعي ان الحريق كانها طبيعي ان هم سابوها ما حدش انقذها بسرعه. طبيعي ان الجهاز ده اكيد بيطلع حاجه غير النار اللي هي بيطلعه ده اكيد لانه هو اشعاعي طبيعي او في حاجه بيشتغلوا عليها. فمش موضوع مش موضوع يعني هو النار وبزياده عن النار ان هو اكيد جهاز طبعا فيه اشعاع ليزر او فيه حاجه ما الاشعه دي بتتاخد ازاي او بتتعمل ازاي. هو اكيد لو ما كانتش الاشعه صعبه ما كانتش خلوها تخش لوحدها. بالظبط. تاني حاجه كل خبرها فاقولها فهو تاني حاجه هم قالوا ممكن هم اللي سالوني لو كانوا بيتكلموا لان على طول احنا متابعين معاهم بعمل عندهم في مركز التحليل. قالوا لي انت عاوزها بتخدير ولا من غير تخدير؟ قلت لهم يعني ايه تخدير ولا من غير تخدير؟ قالوا يعني هتخدرها ولا فسالتها قالت لي خلاص هتخدر عشان الاشعه. انا سالت 1 و2 و10 قال لك الاشعه صعبه قالوا الاشعه صعبه جدا ومفيش مشاكل خلاص انت شايفها صح اعملي. وفعلا واخدين دواء التخدير والكلام ده مظبوط بناء على جواب اللي طالع من النقابه نقابه المحاميين ان طالع الجواب ان في اشاعه وهيتعمل فيها تخدير. طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا من الاسره الاخت والشقيق والمحامي والزوج عبارات يعني صعبه جدا وكلام صعب وقعه اول مره نسمع عنها او نشوفها. طبعا احنا بندعي للاستاذه شيماء عويس طبعا يعني ربنا يصبر اسرتها ويشفيها ويعافيها لان هي كل يوم وكل ساعه بتعدي عليها هي بتتالم. هي في وضع صعب وحالتها حرجه جدا. يا جماعه يا ريت اللي بيشوف اللايف معانا يدعي لها ويدعي لاهلها ربنا يصبرهم ويشفيها يا رب ويعافيها علشان مش عشان خاطر اي حاجه قد ما عشان بنتنا حقيقي يعني حالتهم صعبه جدا وانهيار وعياط وعايزين ماما واحنا ملناش غير ماما وعايزين بس نشوفها ونطمن عليها. كانوا معاها وشافوا الواقعه واغمى عليهم ما قدروش يستحملوا المنظر. طفلين صغيرين برضو. خلال الساعات القادمة احنا طبعا يعني في تليجراف مصر تواصلنا مع برج سكان المسؤول عن الموضوع ده. رفضوا التعليق عن الموضوع وقالوا ان زي ما في يعني حد اتصاب هو كمان احنا من عندنا من الطاقم الطبي في حد اتصاب ولكن الاسرة بتنفي ده تماما. الفيديوهات اللي في الواقع بتنفي ده تماما. الشهود اللي كانوا موجودين وقت حدوث الواقعة نفوا ده تماما ان الدكتور والممرضة خرجوا وسابوا الحالة جوه ما حاولوش حتى ان هم ينقذوها باي شكل من الاشكال. المعمل نفسه ما كانش فيه حد يصدق ان في مكان او مركز طبي ما فيهوش طفاية حريق. يعني طفاية حريق واحدة مش موجودة. الناس اللي كانوا في الشارع معديين بالعربيات كانوا بيساعدوها. فيعني احنا طبعا بندعي لها ربنا يشفيها بين ايدي ربنا دلوقتي وحالتها حرجه وبندعي لاسرتهم ربنا يصبرهم. وخلال الساعات القادمه طبعا هنعرف ايه الاجراءات اللي هتتخذها النيابه العامه ومين المسؤول عن الموضوع دوت واكيد هيتحاكم. كنت انا معكم خلود طارق من تليجراف مصر. شكرا لمتابعتكم.